السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كويزين تيتيما. فيديو ديالنا ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير بطبوط في 15 دقيقه فقط. بطبوط ناجح 100% كيجي خفيف وكيجي مقطن وخاوي من الوسط وناجح 100%. غادي نشارك معكم جميع الاسرار باش يجيكم ناجح، وكونوا اكيدين انكم تبعتوا معايا الطريقه وشفتوا الطريقه اللي كنديروا النصائح اللي غنعطيكم في هذا الفيديو، فكونوا اكيدين انكم غتعتمدوا هذه الطريقه دائما في تحضير البطبوط ديالكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج جبانيه ونص ديال الفورص، غادي نحتاج جبانيه ديال الفينو او السميد الناعم او لا يمكنكم تعوضوا بالدقيق الكامل. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، والملح كيبقى على حسب الذوق. غادي نلم العجينه بما دافي. اول حاجه غناخذها غادي نوضع الفورص، غادي نضيف ليه السميد الناعم او لا الفينو، غادي نخلط النواشف مع بعضياتهم. من بعد غادي نوضع الخميره والسكر او لا سنيده، وغادي نوضع الملح. غادي ندير شويه ديال الماء وندوب السكر مع الملح والخميره، وغنبدا نلم العجينه شويه بشويه. غنضيف الماء تدريجيا، بالنسبه للعجينه ما تكونش قاطحه وما تكونش مرخوفه بزاف. اهم حاجه اننا خصنا تكون مدلوكه مزيان، يعني ندلكوها مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا حطيتها على سطح العمل وبقيت كندلك فيها مزيان، فكيف ما كتسمعوا راه كترطق يعني دلكات. هنا مباشره بعد ما كنجمعها كنقسمها، كنقسمها على تقريبا ندير واحد 6 ديال البطبوطات. هكا مباشره يعني كنخليوها تتخمر، كديروا قد قد يعني عينكم ميزانكم. كنجيب هنا واحد شويه ديال الفينو او السميد الناعم وكنخليهم هنا على جنب. من بعد ما كنكورهم كنخليهم كنغطيهم وكنخليهم واحد 5 دقائق فقط، 5 دقائق عاد باش نقرصهم. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما كدوز 5 دقائق فقط كنبدا نقرصهم. كنجيب الكره الاولى وكنقرصهم بالسميد الناعم او الفينو. هنا يمكنكم ديروا فقط يديكم، فقط الا ما بغيتوش يبقى لكم الصباع ديال صباعكم لاطاس ديال صباعكم ديروا المدلك. هكا غادي نقرصهم، ما يكونوش رقاق بزاف وفي نفس الوقت ما يكونوش غلاظ. بالنسبة للسمك ديالها ما تكونش غليظة بزاف وما تكونش رقيقة. هنايا انا جايبة زيف مفرشاه، كنحيد دوك كنحيد لاطراس ديال اليديه ولا ديال صباع اليديه. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو السمك ديالهم، يعني ما كيكونوش غلاط بزاف وما كيكونوش رقاق، كيكونوا بين وبين. الا غلطتوه بزاف كيجيكم البطبوط معجن وما كيجيكمش زوين، ولا رقاقتوه بزاف كيجيكم كارم. المهم هذا هو السمك ديالهم، ما يكونوش غلاط وما يكونوش رقاق. غادي نغطيه دابا وغادي نخليه يخمر 15 دقيقه فقط لا قل ولا اكثر، يعني ما تفوتوش الخميره باش يجيكم بطبوط ناجح 100%. غادي نغطيه ونتلاقاو من بعد 15 دقيقه ان شاء الله.
من بعد ما كدوز 15 دقيقه فقط كنهز البطبوط كيف ما هي، يعني كيف ما محطوطه فوق الزيف كنهزها بحال هكا، وكنحطها بنفس الطريقه باش الطريقه باش حطيتها في الزيف كنهزها بهذه الطريقه وكنحطها في المقله. هنا مباشره من بعد كيديروا لي هاد الفقاعات كنقلبها، بالنسبه لنا كتكون متوسطه ما تكونش مجهده باش ما يجيكمش معجن ويطيب مزيان، وفي نفس الوقت ما تكونش ناقصه بزاف باش ما يقصحش لكم البطبوط. كنبدا نقلب، فانا كيف ما كتلاحظوا كيبدا يتنفخ معانا. شوفوا كنبقى نقلب فيها كل بلاصه كل جهه، كنقلب على كل جهه حتى كتحمر مزيان. دابا غادي نزول هذه وغنوضع نفس الطريقه وحده اخرى. كيف قلت لكم كنهزوا البطبوطه بحال هكا وكنخلو على البلاصه فين حطيتها فوق الزيف في المقله، مباشره كنحطها في المقله. مباشره بعد ما كتبدا دينا هاد الفقاعات كنقلبوها، غتبدا دابا تنفخ. تيقولوا الى جربتوا الطريقة انكم ما تخليوش يخمر بزاف، وفي نفس الوقت نفس الطريقه يعني تحطوه كيف ما في المقله كيف ما كان في الزيت، كون متاكدين 100% انه غادي يبدا يتنفخ معاكم. فكيف ما كتلاحظوا هي كتنفخ تنقات. كنخليها حتى تحمر مزيان، انا كيف ما كتلاحظوا كيبدا كيتنفخ. غادي نزولها وغادي نوضع وحده اخرى. كيف قلت لكم مباشره بعد ما كتبدا دير الفقاعات كنقلبوها. الا كنتم من محبين ديال الطواجن وتبغيو نشارك معكم طواجنات بحال هذا الشكل، هذا طواجنات بالخضره او لا باللحم بالدجاج بالحوت اللي بغيتو، خلوها ليا في خانه التعليقات ونبقى نشارك معكم الطواجنات اللي كنحضر في الدار. كيف ما كتشوفوا كيطيبوا طواجنات بلا ماء بلا والو، كيطيبوا بالخضره ديالهم. هذا هو البطبوط ديالي من بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا كيجي رطب طيب بزاف وكله من فوق كما كتشوفوا. ها انتما نقطع لكم تشوفوا الداخل ديالو كيفاش تيجي، شفتوا انتما كيجي خاوي. صابوا مع الزبده او العسل او الزويته بلديه. بالنسبه للسيدات اللي ما كيبغيوش يديروا الفينو 100% زعما فورسو فينو، يمكن لهم في عوض الفينو ديك الجبانه ديال الفينو او زلافه ديال الفينو يديروا في بلاصتها الدقيق القمح او لا النخاله او الدقيق الكامل كيف ما كتشوفوا. هذا هو صراحه كيجي زوين بزاف. تيقوني الى جربتوا هذه الطريقه اللي كنعطيكم هذه النصائح اللي عطيتكم البطبوط ناجح 100%، كونوا اكيدين انه ما عمرو غيحشمكم وكيجي ساهل، يعني في 15 دقيقه تقدر توجدي البطبوط ديالك.
كنتمنى على فيديو ديال اليوم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو الا عجبتكم واشتراك القناة. نتلاقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم. دابا الطواجن بعد ما كيطيب، كيف قلت لكم الا كنتو حبيتوا انا نشارك معكم في حلقه يعني طويجنات، فخليوها ليا في خانه التعليقات ونبقى نحضر معكم كل مره طويجنات.